بونس ترودي فنان تونسي تعرفوه اكيد، جا لي للبرنامج عندي ما نقول لك، يحب يصرح بمشاعر لزوجته، قال فيها برشا كلام كبير الحق نتاع ربي، وكلام معقول بين زوج من الناس يحبوا بعضهم. الليله يحب يواجهها بالكلام هذايا قدام الناس الكل، وهذايا من حقه ومن حقه يعبر على مشاعره بالطريقة اللي راها هو صالحة. هذاك علاش منير ظهر لي، قلت منير ديما في مخي منير ترودي اللي هو صديقي. هذاك علاش معز الليلة نعتبر تصريحه استثنائي، لأنه قصته استثنائية. مباشرة نمشيو للزميلة ريهام بالعليا ونشوفوا جات نورهان وإلا لا. مرحبا بك ريهام. أي جات، مرحبا بك علي. الليلة مانيش وحدي، قاعدة جنبي نورهان الزين والعين والفيانة. مرحبا بك لالا، عايشك. قولي قداش عمرك؟ انا 21 سنة. 21 صغرونة. شنو عم بحياتك؟ حتى شيء. معرسة ولا؟ اي معرسة وعندي بيبي صغرون. ربي يفضله لك. مغرومة بحاجة هكا تعملها في الدار ولا لا؟ كل مرة كيفاش. دونك البيبي يملي لك وقتك وتوا ربي يفضلك. تبع في البرنامج ولا؟ اي بالطبيعة بالطبيعة. انا متخيلتش روحي الحقيقة باش نجي. في الخير ان توكا انت ضيفتنا الليلة، عندك فكرة شكون جابك وحدنا؟ الحقيقة ما عندي حتى فكرة. ما عندكش؟ باهي، انا باش نخليك تعرف بحدا علي وغادي نشوف شكون استدعاك. باهي تفضلي. مرحبا بك نورهان. مرحبا نورهان. مرحبا بك للا. عايشك. تفضل نورهان. مرحبا بك للا في برنامج عايشك. عندي ما نقول لك. مرحبا نورهان. عايشك. قداش عمرك للا؟ 21 سنة. مرحبا بك للا. شنو تعمل في الدنيا؟ تو بالبيبي حتى شيء. حتى شيء. عندك صغير؟ اي. قداش عمرك؟ 9 شهور. 9 شهور. ربي يفضلوا لك سميتو. بيزيد. 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 اي. هذايا اسم ابن ابن السلطان العثماني جو بونس. بايزيد اسمح له عطيك صحة وسجلوه لك بسهوله معناتها عادي. اي فما برشا خير. مرحبا بك نورهان. عندك فكره شكون استدعاك الليله في برنامج عندي؟ والله ما عندي حتى فكره الحقيقه. ولا فكره. انا باش نقدم لك بعض المؤشرات لعل وعسى يقربوا لك ويقولوا لك شكون اللي استدعاك الليله في برنامج عندي. ما نقول لك الا المؤشر رقم واحد. طب عزيز النفس يعطي الحق ما يطلبش. عزيز النفس يعطي الحق ما يطلبش. قرب لك شوي. لا. المؤشر رقم 2. طب كلمة السوء تبات ومن غدوة تصبح جديدة. كلمة شنو؟ السوء. السوء تبات ومن غدوة تصبح جديدة. الكلام الخايب معناتها ما يتنساش، اللي يجرح ما يتنساش. صحيح. جرحوك ناس؟ يمكن. لا، جرحوك ولا ما جرحوكش؟ اي بالطبيعة ساعات واحد حتى يقول حتى ما تعرفوش يقول كلمة وتسمعها بالطبيعة باش تجرحك وتوجعك معناها. فما حد جرحك؟ لا. لا. المؤشر الأخير رقم 3. طب العشرة اللي هانت يليتها ما كانت. العشرة اللي هانت يليتها ما كانت. هذه زادت صعب أكثر. زادت بعدتك. الله. بالمختصر شوف معايا شكون اللي استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقول لك. ما صدقش. ليه ليه تفضلك حبيب قلبي. يا روحي اش تعمل هون؟ يا روحي مش جيت معايا وتسأل فيتني كاملة زعما شكون؟ عم روحك مش بالكش. طلعت انت مولا العاملة. انا مصدقك حبيبي باش نقول لك في المناسبة هذه. كما تعودنا شاك 14 فيفري تكون حاجة نقلة نوعية في حياتنا. دونك حبيت هاي 14 فيفري هذه تكون سبيسيال أكثر أكثر وأكثر، معناها أقوى من اللي يتعدى الكل. باش نقول لك جو ديكلار مون أمور. باش نقول لك راني نحبك برشا وربي يحفظك ليا وربي يفضلك ليا وما يحرمنيش منك، وأنت راك حياتي الكل وأغلى ما عندي في الدنيا، وأون بليس حبك كبير برشا كيف هديت لي أغلى هدية في الدنيا اللي هي بايزيد. الله يحفظكم ليا وإن شاء الله نقدر نوفر لك كل ما تتمنى إن شاء الله. إن شاء الله.
نورهان. ايه. نهار في برنامج مع زميل تيسير سوري. كنت انت حاضرة في البرنامج هذاك. صحيح. في برنامج متاع طبخ. ايه. طلعوك سورسان باش تشارك امه الطبخ. صحيح، وانا وقت عمري 16 ولا 15 صغيرة. قال لي فما ضو تعدى قدامي. ما فهمتوش شنو. قلت له شبيه؟ قال لي دخلت بعضي. ايه. يعمل هكايا، نحى خاتم من يدي، نحت طلب من امه باش تنحي الخاتم. ايه خاتمها. خاتمها وتلبسهولك ولبستهولك. صحيح. وانت وافقت. انا تصدمت، انا ماشي بالحشمه. فوالا تصدمت. الصدمه مش غادي. الصدمه الافلام اللي عملها بعد باش يوصل لك. والتضحيات اللي عملها. مشى شرى واحده شوكولاته. مش يعطيها لك كادو في سان فالونتان، رفضت. صحيح. قلت له لا. قلت له شو عملت بها؟ قال لي كليتها. قلت له صحة وبالشفاء، حتى انت قلت له صحة وبالشفاء. دار 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 شيء. من بعد عمل لك مسرحية نتاع شوتين. قبلت. قال لي هاوكا وخلصك زاد في الشوتين. أنه شوتينغ صحيح؟ شوتينغ اللي مع أخته، عندها روب وعندها مرتخو. فوالا هاي ما خلصتنيش. خلصتها ولا ما خلصتها؟ ما خلصتنيش. خلصت أني نسي. خلصت بطريقة أخرى هيك تسي. لا أخذتها من عند مرتخويا بين سير. خلصت. أي حصيله تكلفت له مش غالي. طب ليه شوكولاتة ب 300 ألف و 200 دينار خلاص 500 دينار باش يخلو مروك. نهار من نهارات هزك دار لك دورة أخرى. هزك التراع على البحر، قال لك هذايا باش شريته باش نبني لك فيه دار وكذا 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 وكذا. أيه. من الآخر من الآخر. لا هو هاو كيفاش؟ هو شاد تليفونه ووقتها احنا تقابلنا وكل شيء، شاد تليفونه يصور وقال الفيديو هذا باش نوريه لصغارنا وصغار صغارنا. وقال خزر ونقول يا ربي كنا نشوفوا فيه الفيديو راه تعدى قبيله الفيديو راه. وي وين نشوف نقول يا ربي فاش قاعد يحكي شبيه هذا تو نورمال. وانا ديما نقول معسكي خويا خويا اللي جابتوش امي. علاش تقول خويا؟ يعني ما حسيت حتى شيء انت وقتها؟ ليه خاطر خاطر ما نعرفش هو كي جاي وقتها الكونسيبت هو خطيبته زعما زعما شو هو خطيبته؟ ليه هو الكونسيبت نتاع ليميسيون في بالي هكاك جاب خطيبته هو في ليميسيون؟ ما نعرفش هي خطيبته ولا لا. لا كانت زميله معايا ما لقيتش شكون نجيب، جبت معايا زميلتي. لا هما ريت حتى ريت كي نحل ديريكت ولا كي نحل في الانستغرام ديما يقولوا لي انت فكيتو من خطيبته خاطر في ليميسيون. اي خلينا نوضحوها. لا اي ماهيش خطيبتك. لا لا مش خطيبتي، هي زميلتي تخدم معايا فنانة أستاذة في الموسيقى. وتيسير قال لي وقتها ما تنجمش تجي وحدك، لازمك تجيب أي حد. أي 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 حد تعرفه. قلت لها مع بعضنا نمشي، ومنها اللي كنتي شهرة وأنا شهرة. وراك الفيديو قلت شبيه هذا؟ هو يصور وأنا نقول يا ربي فاش قاعد يحكي هذا شبيه. ومن بعد احنا مروحين قال لي هو دخل من باب الكبير الحقيقه معناها، قال لي راني نحب نحكي مع ابوك وراني ما عنديش هكا الفازات نتاع الصغار وراني سايين نحب نعرس ونعمل دار وهكا ونجيبوا صغار. بتتر مازلت صغيره هاي الكلام هذا. انا وقتها ما عمريش 16 وقتها، وقتها أيه. بعد وقتها عمري 19 هكا. 19 هي صغيره كمان على العرس. اي ما هو اقنعك؟ والله انا ما قلتلوش حتى كلمه صحيحه، انا قلت له اجا نقولك انا تنقول. اي قلت له انا تنقول لبا وهكا انتم بيناتكم. قال لي تعرفش كيفاش اتو نعملوا هكا خطبه بالكلمه ونقعدوا مع بعضنا كان حبينا بعضنا وسنسنا ببعضنا هكا نكملوا مع بعض. هو يعجبك كفنان الساعه؟ اي جو الفن اللي غني فيه الشعبي هذاك يعجبك؟ ما تحفظلوش اغنيه؟ اغنيه كيما شنو؟ والله حافظه منهم كل واحده حافظه. هتنجيوها بعد. ايه مشى كلم بوك الحق نتاع ربي وبوك ما كانش من العكسين، قال له تفضل. أيه. اكتب المكتوب وسي بون. اما ما قلت له كلمه نحبك كان بعد العرس، صحيح هذا ولا لا؟ مش صحيح. لا يا كذاب. احنا يا كذاب. شنو على كلمه نحبك؟ يا كذاب. هي تتذكر ما تذكرش مليح. اي وقتاش قلت له كلمه نحبك؟ اللي هو ريت هو قال لي ما هو نكملوا مع بعضنا حتى لين كيس تنسنا ببعضنا هكا نعملوا فيونساي ونعرسوا ونحن والله حبينا بعضنا وقتها. وهو عرف كيفاش هكا يدخلني في الجو وزيد هو بحب. لا هو شهلول. اي يحب الناس هو ويحب الصغار وعرفته ويحب اخواتي وراك وجه السوق راهو.
هزك البلايس في اي بي من الاول انا ما هزكش البلايس اللي نعرفها مانا بتاعك البلايس يا بتاعك البلايس الحومه الشعبيه والجو والاكل الشعبيه هذا هو جوه هو جو خطر حطينا زيد جوي علاش كان هو معناها انت انت هي جوها اكلة شعبيه فزيت انا فيلو انت انت نوران ما تضرش عمرك 21 سنه تو الحق تعرف اي مدينه صغيره تضرزي. خلي معقدتها شويه حتى ماكش متسرعه وماكش اما ما تراش انك تسرعت في العرس مع محمد الخامس ليه؟ اسمع مش باش ندور عليك كل مره ولا ليه؟ شكري وتوفيق حاجه اخرى اختار لي اسماء اخرين معزه هما راهم العائله راهم العائله ما شاء الله هو انا راني ساعات يقول لي سميني اخواتي الكل محمد الخامس ومولي ومعز ثلاثه كعبات ما يتعاودوش صحيح وشبوا لبعض على الاخر شبوا لبعض قال لي انا مهبول اي باين عليه شنو الهبال اللي فيه والله في برشا حاجات يطلع لك هكا بطليله ما تفهمهمش عادي انا نكون في الصاله ندخل هكا البلاصه نرجع نقع قلبها الكل وقت شكون والله يعني قلت لك احنا حابين بعضنا من قبل في مسائل مش بعد العرس لا قلت له كلمه هكا ان حب لا لا قبل العرس معز اه يا محمد الخامس وقتاش قالت لك معز معز قلت محمد الخامس معز تشهر اليوم محمد الخامس ذكر مليح نورهان انا ديما نقولها لك من قبل العرس علاش لا انت مش هكا كلمه نحبك العاديه معناها الاجابه العاديه ولكن اول مره سمعتها منك في وحسيتها بالحق من قلبك وذكر كلمة ديكلاراسيون لا فري ديكلاراسيون في كان وقت مشينا فواياج دو نونس كيفاش قالتها لك وقتها؟ او هي البلاصه البلاصه ما تنجمش تقول كان نحبك في البلاصه هذيك لا ما يلزمكش تنسى نوران في كان هو يمكن تخيلها هكاك من قبل ديما نقول له انا كان جيت ما حبيتوش ما نعرفش به الحقيقه نتاع ربي بربي شنو اللي حبيت فيه هذا شنو اللي تحب فيه والله هاني قلت لك هو يعرف شهلون ما 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 مش هما العباد يقولوا برشا كلام اما هو عرف كيفاش هكا يربحني الحقيقه لا من ناحيه يقولوا في ماخذه رجل اكبر منك لا محاله ما يبينش بيناتنا لا لا بالعكس وعمره لكن مشكله فرق العمر جمله لا اما هو عرف كيفاش هكا بالحق يدخل في الجو يدخلني في الجو ويحب اخواتي الصغار ديما نخرجوا مع بعضنا بالحق معاذ يحب الناس راه وما تشلقش بيه كيفاش هكا يحكي معاك هذا مش حافز باش تحبه انت شنو اللي حبيت هو اللي حببني فيه منين ما عرفين مش خاطر انا نحبك برشا في ديسكسيون كيما هكا علاش؟ نعرفش علاش معاذ شنو؟ قال لي حكيتوا في الدار على حاجات كيما هكا ولا ما نعرفش في الدار حكينا على موضوع كيما هكا والله لا في الدار اغلب الوقت توا مالينا الوقت بيزيد بيبو عاملين لنا جو نحكي وكان تعقيم تاع بيبرونات شويه هذايا ما ينقصش من حده الشعور الاولاني هو قال لي بعد العرس زاد الحب بالطبيعه لا مش بالطبيعه ايه والا لا اي صحيح ما ندمتش على اختيارك لمحمد الخامس المعز نار محمد الخامس ديما نتفكروا كيعزف قانون ماهوش عادي ما شاء الله ما شاء الله موجه له تحيه ما شاء الله طبعا عندي تعرف قداش ما ريتوش محمد الخامس عندي 18 سنه ما ريتوش 18 وبريسك انتم زوز فرد لا محمد الخامس مش كيما معز محمد الخامس شخصيه اخرى كومبليت اي هما يقربوا لبعضهم على برشا حاجات ما شاء الله بابا كل مره يجيب لون اختار لون عربي بيرسوناج اي عاد ما قلتليش يا معز اش عندك تقول لها العرس وعرست والحب وحبيتها والصغير وجبته فما حاجه لازمك تقولها اللي ما قلتهاش حاجه نقولها واهم حاجه نقولها في حياتي وهي مهمه برشا بيني انا ونورهان قولها ان شاء الله ربي بقى علينا ستر امين هذيك اهم حاجه معناها وندعي حتى الناس كل اللي راهو فينا قولوا ان شاء الله ربي بقى علينا الستر وبعد علينا العينين وعلاش خاطر انا نحب نورهان برشا نموت عليها وتالمو انا نحبها ونموت عليها نخاف عليها برشا من كلام الناس من تدخل الناس خاف عليها من كل شيء من اللهوة من العين خاف عليها من الناس ما من الهواء ما خليهاش تخرج بالكون هي يهزك كلام الناس
والله لا، خاطر العباد قالوا برشا الحقيقة فينا كل مرة هكا يطلعوا طلعة عادي ما يقلقنيش عادي عمره ما كان يقلقني. تبدا تضحك عليهم بالعكس، ساعات هي تعمل على انستغرام تاعها تحل ديريكت وتبدا تحكي مع الببليك نتاعها وكل شيء هما ديما يقولوا لي فاست فكيتو في الايميسيون هذيك، مش بينهم انا من الايميسيون هذيك سايي تخطبنا فكيتو راجلك توا راجل ليه اللي هو قعد برشا يجري في جرتي معناها كل مرة كل عام يبعث لي مساج يقول لي وقتاش نجي نخطب ونضحك نقول له يزي باب ليدي زيبات فليك ما صدقتوش من الاول مش ما صدقتوش من صغيرة هو تخليك بدخلة خويا ليه ها هو من الاول طول عجبته ويحب طول هي ما مشى معاك عام كامل فعلى اساس اخوات والله شوف أصدقاء. ما نحكيوش ديما نحن نحكيو ديما هو يعرف عنا لي كابتور ديكرون تعرف اللي مازالوا عنا ما نعرفش وراها لكم ولا لا ما ورانيش اي عنا كل عام يبعث لي في نفس النهار يقول لي وقتاش نجي نخطب وانا شنو نجيب ها 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 ينزل بلا بلا علاش تقولوا ها ها خاطر ما صدقتوش خاطرني نقول معز كي خويا معز ديما في مخي معز انا كي هكاك هكاك ما نعرفش ما دخلتش المخي الحقيقه من الاول نقول معز بالحق نحب تصويره في البوم اما خويا لا اما من بعد لا بطبيعه بطلت شفت عينيك تلمع اي والله لكم برشا حب برشا قلوب القلوب اللي وراك بكم انا بعثهم لك راه هاي شان ما تقول شنو هي الاستثنائي شنو هي اللي مش طبيعي شنو انا نحسك مش طبيعي في حبك لزوجتك نحب هذايا ترجمولي كلام يفوق المستوى العادي بتاع الكلام في عينيك برشا كلام اكيد ممكن حتى هي راهو بعد باش تقول لك ممكن والاصح والاحق معناها في كلامي الكل اللي باش نقوله هو انه بعد ما معناها في لحظه اللي ريت نورهان نسيت ما عشته حياتي الكل حسيت بحياة جديدة تقلبت حياتي 180 درجة عرفت كنت نضحك على الحب وعلى اللي يحبه وليزاموغو وكل شيء نلقى روحي أنا طغمي ليزاموغو وليت إنسان عاطفي برشا أسير نورهان أسير نورهان نحب إنسانة نعشقها نموت فيها وقلها نحبك برشا برشا نورهان أنت كل شيء في حياتي شو تقول له نورهان؟ هاي والله نقول له حتى نحبك برشا وربي يخليك ليا والبيبو إن شاء الله بالحق معز ريت نقول لك الحاجة الباهية اللي فيه اللي بالحق ماهوش كيما مش كيما مش كيما العبيد اللي عرفتهم ولا مش كيما العبيد هاك تبدا تحكي على رجالها بالحق معز الحاجه الباهيه اللي وقت اللي تستحق وتلقاه مش كان انا برشا عبيد وهو يعرف لا انا نعرفه فيها اي وبالحق وقف معايا في برشا حاجات قبل العرس وفي العرس وبعد العرس معناتها ديما كي تستحق ونلقاها بجنبي وكيما قلت لك الحاجه الباهيه اللي فما مثال الرجال ما يحبوش مثال ما عرفش ما يحبوش يقولوا لهم حميتك شو تقول لها اي ما يحبوهمش معز بالعكس كيما تقعد برشا هما اخوتي صغار انا 8 سنين و 9 سنين و 10 سنين نوجه لهم تحيه من مسيرين اي كي خويت وكي ولاد وحتى ريت في الريزيدونس نتاعنا الصغار يموت علي عمي معز عمي معز بالحق هكا ما نجمش نوصف اما في برشا حاجات معناها ما احلاهم. اي معز خذك الميكرو شو تقول له كمل كمل اي نقول لك ان شاء الله ربي يخليك ليا وربي فضلك ليا نحبك برشا وبالحق انت اغلى واحلى حاجه في حياتي انت البو انت الخو انت الصاحب انت كل شيء ان شاء الله ربي فضلنا لبعضنا ويبعد علينا كلاب من العباد والعينين والحاجات اللي لكم الكل ربي بقى علينا الستر امين يا رب اش باش تغني لها؟ حاب نقول لها يا ريت فينا خبيها وما خلي حدا يحاكيها بس ايها دموع عيناي بقدم لقلبي بايدي ريت فينا خبيها وما خلي حدا يحاكيها بس ايها دموع عيناي بقدم لقلبي بايدي وباخد من عمره وبعطيها را 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 بعطيها انا بعطيها
لأحلى حب. قول له نورهان بالغناه بالغناه. خنجيب لك الميكرو انا بيان سور ما ننصحكش شيام تلهى في روحك. اشنو الاغنيه؟ ما جيت حتى شيء في مخي. تلهى في روحك. هاي مدام غني لي مرت فنان ست قولي شنو نورمال تغني السيسان. هاي مدام الحاجه اللي يحبها هو شنو تحب؟ شنو الاغنيه اللي تحبها؟ ما عرفش انت شنو تحب. هاي اللي نور ما جاني شيء في مخي. هاي نور هيك قول لي شنو تحب انت؟ انت اللي تحب انت. عاونوني معلش هذا كما سؤال اليوم تساله لي شنو نطيبه. اوه شنو انا هاي نور هيك شنو اغنيه في ذهنك؟ اغنيه انت تحب تغنيها؟ ما عنديش. لا لا عندك هاي هاي بسرعه بسرعه قول لي انت شنو تحب. انت هاي شنو تحب؟ باهي تغني معايا انت غنيتنا اللي غنيتها لي في غني ريت النجمه غني ريت النجمه. انا هاك اليوم تغني فيها البيزيد ما يرقد كان بها. غني معايا وريت النجمة شيعت عيني الفوق ريت النجمة هي شيعت عيني الفوق ريت النجمة هي وريت يا نجمة خطرت علي من الخجل والحشمة شيعت عيني فوق ريت النجمة برافو يعطيكم الصحة مدام جاكم بحذايا معز. هيا معز لحظة الحق جيت الليلة البرنامج عندي منقول لك تحب تقول النورهان زوجتك حب حياتك اللي غيرت لك حياتك الليلة تحب تقول لها بمناسبة عيد الحب أحلى كلام يقوله راجل لمرأة. حب قول لها حبك جو تيم سيني سيفيريوم I love you إيش لي بديش باللغات الكل بكل لغات العالم مدام يفتح هذا الستار. نعم أم لا هنخمم شوية كما في العرس يعني رجعت لك توا. سرقات شدتها هذه فصل نحبك وما نسلم فيك. بطبيعة يفتح ستار من الليل يفتح الستار. كما عمل تامي جيري I love you. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة نورهان. يعطيك الصحة معز. عايشك. ردوا بالكم على رواحكم سيرتو من العينين. ربي بقى علينا سيرتو كلمات الناس من الحاسدين راهو فما ناس تحسدك خاطرك في نعمة فما ناس تحسدك خاطرك في مرضى. ميرسي جد. اوه ميرسي بوكو بوغ لي فو. هدية من برنامج عندي ما نقول لك. ميرسي ميرسي. لك انت وللمدام مش هدية راهو مش لك انت. اكيد وردي كل حبي. ميرسي. كلامك صحيح سي علاء. قلت لك حتى في مرضى يحسدوك حتى في صحيح. فرحة تحسد كيما فما برشا ناس تحب الباهي الغيرة. يفرح لك وقت اللي تفرح ما تحلوش ودنيكم لكلام الناس. اسي باش يكون بايزيد يتربى في عزكم ان شاء الله واللي بعد بايزيد فوالا هذه كلمه اللحمه. يعطيك الصحه معز خزرت الواحد. سلم لي على منير وسلم لي على محمد الخامس. نورهان يعطيك الصحه. سلم لي على اخواتك زاده. مرحبا بكم وربي يهنيكم ويسعدكم ويعطيكم الصحه. باي باي. ميرسي. قصة حب غير عادية توجت بالزواج بين الفنان معز الترودي وزوجته نورهان. بطبيعة الحال الحصة هذه كما قلت هي بمناسبة عيد الحب. نتمنى لهم إن شاء الله السعادة والهناء. مشاهدة طيبة للجميع. يوم عرس اليوم يوم عرس اليوم معز معز ايه قهرسك اليوم يوم عرسي اليوم معيني طار النوم بحس العراسة هاي جاتي العراسة ضمي ما فضلها لي كسوة جابتها لي
حطيتها بسياسة وحطيتها بسياسة واليوم عرسي اليوم وعيني طار النوم وحس العراسة هاي جاكي العراسة لقمي ما يفضلها لي وكسوة جابتها لي حطيتها بسياسة وحطيتها بسياسة ماشي للحمام من جري ناسي تهديفوني في جري ماشي للحمام من جري ناسي تهديفوني في جري العروس تمخوز راسة العروس تمخوز راسة صيرها وحدايا في راسي ألف حكاية صيرها وحدايا في راسي ألف حكاية خيدهم في الكراسة بعد الفاصل باش نتبع حكاية مريم اللي حبها العماد فاق كل الحدود وبفضل مهنتها القات شريكة حياتها. قالك شي نهار نحبك؟ لا لا. علاش ما قلتش الكلمة هذي؟ اخزر لها وقلها. نغطي في حشبته بالضحك.